عايزين نفك اشتباك ما بين جراحات التجميل والعمليات التجميلية، والاشتباك اللي حاصل ما بين طب التجميل والجلدية مثلا، التخصص ده. فهمنا يا دكتور، امتى اروح لجراح تجميل وامتى ابقى بعمل اي خدمات بتقدم من اطباء كمان محترمين في تخصص اخر؟ شوفي، هو ممارسة التجميل سنس، يعني لازم انا اكون اتدربت عليها فترة طويلة، ان انا اشتغل وامارس واقيم وأقدر أحكم وامتى اخد القرار الصح واخد القرار الغلط. اللي بيعمل كده هو الجراح، عنده الخبرة وعنده المقاومات وعنده الدراسة اللي من زمان هو بيحكم عليها كتجميل، وبيحكم امتى يعمل وامتى ما يعملش، ولما يعمل بيبقى له هدف انه ياخد جمال طبيعي، ناتشرال بيوتي زي ما بيقولوا. يعني انا بعتبر احد مقومات نجاح العمليه انك ما تعرفيش ان انا عملت عمليه، فده الجراح. فاحنا مش هنقول اكتشاف اشتباك بيننا وبين طب الجلديه، لكن كل واحد له حدوده، لانه البراكتس باكج. انا بشوف مثلا، هتكلم على الوش، يا ترى هي اللي جايه دي تتحل بحاجه بسيطه زي ما هي طالبه، زي ما احسن وانا كمان افضل، بوتوكس او فيلر او ليزر او غيره، ولا عايزه جراحه من الجراحات الكبيره اللي هي فيها خياطه، ولا حاجه وسط نقدر نعملها بشيء مختلف. طب ما انا بعمل الحاجات دي كلها واقدر اختار بقى، مش انا في جيبي بس البوتوكس والفيلرز ويبقى لازم امشيهم عليكي، فيبقى عندي كل الحلول وبالتالي اختار الاصلح. بالظبط، الاخطر الانسب ليكي الحاله دي لكل حاله، بالتالي بالتحليل الحاله ومقومات الحاله ومعطيات الحاله بناء عليه باخد القرار.